مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجد في منطقة الحي المحمدي بالضل البيضاء، تلقي اتصال من عند كلثوم. كلثوم أم، عطاها ربي جوج ديال الوليدات. عندها الوليد الأول ما عنده حتى مشكل، من بعد زاد عندها ولد عنده حاليا حوالي سنة ونصف. مشاهدينا الكرام، هاد الأم تمنات شي حاجة اللي كيرضى عليها الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، أنه تختنوا، إلا أن هاد الختانة إشكال كبير. مشاهدينا الكرام، هاد الأم كتسكن في هاد البيت رفقة الزوج ديالها. هاد البيت فيه كوزينة، فيه كل شيء، الوضع هش، القمة في الفقر وفي الموضوع. هاد الواقعة اللي وقعت للابن عانات بشكل كبير، ولكن في الأخير حسات، وكذلك في أمر الأطباء أعطوا أمل قوي أنه ممكن الولد يتعالج بطبيعة الحال في جهاز التناسلي ديالو. مشاهدينا الكرام، قصة صعبة، تبعوا معايا. السلام عليكم. كلثوم لاباس عليك؟ أنا غنجي حداك. كي دايره بخير؟ الحمد لله. أنا جيت لعندك، غادي تعاودي لي على ياسين. المشكل ديالو من الأول ملي مشيتو للعروبية، وكيفاش تختنتوه ختانة عادية ماشي ديال الطبيب، اكتشفتي المشكل وبقيتي كتعاني في هذا الموضوع، رغم أنه في الأخير جاك واحد الأمل. يلا عاودي لي من الأول كيفاش. السلام عليكم. أنا كنشكرك وحدة ملي جيتي عندي، الله يحمي ليك الوالدين. وأنا كنشكرك، ما كنعش راه العام هادي، عام هادي ما كنعش، حيت أنا ديت ولدي ديتو للبلاد، كانت واحد الجمعية تما، الناس ختنوا ولادهم كاملين، وختنت معاهم ولدي. ولدي وقع لي هاد المشكل، وجبتو كان وقع لي هاد المشكل وديتو عند واحد الطبيب، قال لي الدري راه مريض من هذا ديالو، من الداخل ديالو. واخا انت فين ختنتي؟ ختنتو في ورزازات. في البلاد؟ في البلاد. واه. اللي ختنو طبيب؟ لا، الختان. ها ختان؟ ها ختان. ملي جيتي الدري بديتي كتحسي بشي حاجه ماشي هي؟ ملي جبت الدري كنحس به عام، هو مسكين تيبكي عام، وحنا تنعانيو عام، تنعانيو من هذا الشيء. ملي جبتو كيغوت، ما كيسكتش من البكاء. ودي المهم، انا كيقولوا لي الناس الطبيب هذا، وانا ما عديش باش نمشي عند اطباء، ما عنديش، انا ما خداماش. وراجلك اش كيدير؟ على قد الحال، خدام خياط، على قد الحال. وملي المهم ملي قالوا لي الناس راه خاصك ضروري التحليل، مشيت عاد قالوا لي الناس سير الطبيب، سير هادي. مشيت لميريزكو، دخلت، مشيت هو الاول محمد الخامس، عطاوني واحد الورقه، مشيت لميريزكو، مشيت عطاوني واحد الورقه، شافوا واحد الطبيب، عطاوني واحد الورقه، قالوا لي سير شد الرونديفو ديالك. مشيت شديت الرونديفو ديالي، ولكن ملي رجعت عندهم ما بغاوش يقبلوني، ما بغاوش يدخلوني. ملي بغيت ندخل، كنبغي ندخل، كيحبسوني في الباب، قالوا لي جيب الرميض. قلت لي انا ما عديش الرميض، ما عديش اللي عاونني نصوب حتى حاجه. صافي، قلت لي واحد السيده سير راه كاين واحد الكلينيك في عين السبع، سير شوفو. مشيت شفت هذاك الطبيب، قال لي خرجني هذاك، خرج لي انا حاسس بك اختي، غير سيري معايا بشويه ان شاء الله، ونتمنى يكون خير. مشيتي عند الطبيب في كلينيك، اش قال لك؟ قال لي سير ديال الراديو. مشيت تقاتلت، تسلفت وتكلفت، مشيت درت لي الراديو. اللي درت لي الراديو قال لي راه خاصك ضروري هاد التحليل تصاوبهم. عطاني التحليل اليوم، قال لي غدير التحليل، قال لي دير التحليل وجيبهم الدري نهار ثلاث، خاصي يدير العمليه هاد ثلاث هذا. وانا ما كنعش عام هادي، ما كنعش مع ولدي، عام كنعش كيبكي بالليل وبالنهار ما كيسكتش، وانا كنظل مركبه. وانا ما عنديش، والراجل ما عندوش على قد الحال. وهاد الدري راه كيفاش غادي يخرج مسكين، راه كيفاش غادي يدير وهو مريض، كيفاش غادي يقرا، كيفاش غادي يكون الراجل، كيفاش الا كبر غادي يتزوج، وكيفاش غادي نعالج هاد الدري، ما عنديش.
هاد العمليه اللي قال لك الطبيب واش قال لك ممكن تنجح؟ ممكن يرجع العضو ديالو اللي مزيان؟ قال لي غادي يرجع، قال لي عندك الامل ان شاء الله باش يرجع لك ولدك، باش يرجع لي هذا ديالو الذكر ديالو ان شاء الله. شحال هاد العمليه؟ مليون، طلبوا لي مليون وانا ما عنديش. الله يرحم لك الوالدين ملي جيتي عندي بعدا. بقى عندي سؤال، شنو تيقول الراجل ديالك مسكين؟ قلتي هو خياط، وقلتي لي قبل في التصوير قلتي لي ملي كانت الوباء ما كانش خدام، جالس غير في الدار. جالس غير في الدار وكيتسنى شهرين دابا ديال الكره ما خلصناش. في هذا البيت؟ في هذا البيت. شحال كان هذا البيت؟ فيه كل شيء، هذا فيه الكوزينه، فيه كل شيء. فيه كل شيء، فيه أي حاجة، فيه الكوزينه، فيه كل شيء، فيه 12000 ريال. 12000 ريال وكتسالك فيها شهرين؟ كتسالني فيه شهرين، وأنا ما عنديش، الله غالب. جاد الله تعالى المغاربه غادي ان شاء الله يساعدوك يا ربي يا ربي ان شاء الله. صايمه اليوم على قبل ولدي باش الناس يعاونوني، خرجت للجوامع طلبت في احدى الجوامع الناس كاع ما تيديوها فيا. عاودي لي هادشي اللي قلتي لي الاخر. مشيت للجوامع اليوم، شحال عطوني الناس 40 درهم باش عطوني الناس 40 درهم حدا الجامع، مشيت لهاد الجامع اللي انتي صايمه وانا صايمه. الله يفرج عليك، الكلام اللي قلتي لي كلام مؤثر بشكل كبير، وانت صايمه ومشيتي للجامع وكاينين ولاد الناس ذكورا واناث المغاربه فيهم الخير يا ربي تفرحك فيه يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، ام تتحصر على الابن ديالها، لا زال الامل عندها انه الابن ديالها ياسين اللي عنده سنه ونصف نجح ليه العمليه. مشاهدينا الكرام الابعاد ديال المشكل ديال ياسين لها تأثيرات كبيرة في المجتمع بطبيعة الحال، له طموح ومطالب أنه يعيش شأنه شأن أي رجل، إلا أن القضاء والقدر له رأي آخر في خضم الموضوع. الأخت قصة مؤثرة بشكل كبير، ولكن أعطتنا واحد الفرح في الأخير أنه لا زال الأمل في الموضوع. هذا هو النداء اللي بغينا نوجهه للمغاربة. هي دارت الإجراءات الأولية وفق إمكانية اللي عندها كما قالت السلفات، من أجل أنه وصلنا للهدف الأسمى في الموضوع اللي هو العملية ديال ياسين. مشاهدينا الكرام طلبوا لها 10000 درهم، النداء ديالنا لجل المغاربة، أرجوكم هذا أجر كبير مع الله سبحانه وتعالى، أنه يدخل الفرحة والسرور لهذه العائلة ويتنقد ياسين من أجل أنه يعيش شأنه شأن أي رجل في العالم بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام هي مقبلة العملية يوم الثلاثاء، الامل ديالنا في الله وفي المغاربه انهم يدخلوا الفرحه والسرور لهذه العائله. انا غادي نوضع رقم الهاتف ديال الاخت، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام فيما يخص مساله اخرى بغيت نتكلم عليها، تعليقاتكم كتهمني بشكل كبير، ومن بين التاثيرات الكبيره في الموضوع ان واحد التعليق مؤخرا علمني بشكل كبير وايجابي في واحد الاخت هي بيني وبينها شاشه انا ما عرفتهاش، كتبت لي قالت لي يا يوسف ماذا بينك وبين الله لتكسب حب المغاربه. وهذا كلام صعب مشاهدينا الكرام، انا كنوجه لها الشكر لجل المغاربه، انا انسان وعبد بسيط في الدنيا، الهدف ديالي الاسمى انه نساهم وفق ما يرضي الله عز وجل بضخ دماء جديده لهذا الملف وملفات اخرى انسانيه، واجري طلب الله سبحانه وتعالى يتقبل عند رب العالمين. مشاهدينا الكرام سوف ابقى متتبع الملف ديال الاخت، يا ربي توفق في هذا المبلغ من اجل هذاك الوليد يتنقد نهار الثلاث ونصور معاه ونوضعه في الصوره. انا جاوبت نيابه عنك، الله يفرج عليك يا ربي. الوالدين والله يسهل عليك، ملي جيتي عندي بعد انا شكيت عليك، الله يرحم لك الوالدين. الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام الاخت خديجه اللي وضعت هذا الكومنتير كلام مؤثر وكبير عليا بزاف. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.